صنعتك بين البشر واترك بعالمنا أثر. إن كنت من أهل الهمم تهوى معانقة القمم، شارك وغير، شارك وغير، ها هنا يا صاحبي رأيك مهم، يا صاحبي رأيك مهم، يا صاحبي رأيك مهم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء ومشاهدينا على إذاعة وتلفزيون يمن شباب، ورحب بكم في حلقة جديدة من برنامج رأيك مهم. حلقتنا لهذا اليوم نتكلم عن ضربات التحالف بين التوظيف والتبرير، هناك أبرياء يسقطون، وكان سؤالنا للمشتركين: ما هو موقفك من الضربات الجوية لطيران التحالف في المدن المكتظة بالسكان المدنيين؟ وكان أيضا لدينا استبيان عن المستفيد من سقوط الضحايا مدنيين في المدن المكتظة بسبب ضربات الطيران. حقيقة قبل ما نتكلم في هذا الموضوع علينا أن نؤكد على المؤكد، والمؤكد أنه من الذي يعني تسبب في هذه الحرب، من الذي اعتدى على الناس، من الذي دمر المدن، من الذي جلب هذا التدخل وأن تكون اليمن تحت الفصل السابع وأن تتدخل هذه الدول بالتدخل العسكري. والتدخل العسكري ما يحمله من يعني من أعراض جانبية، وقد أحيانا تكون كبيرة الأعراض الجانبية هذه، لو لم يكن هناك انقلاب واقتحام للمدن وتدمير للمساكن وقتل للأبرياء لما كان هناك مبرر أصلا لهذا التدخل بكله. لو لم يكن هذا الانقلاب مهدد لأمن المنطقة وأمن الدول هذه اللي جاءت لتتدخل لما كان هناك تدخل. هذا بداية، هذا تأكيد للمؤكد. أنه اليوم من يتباكى على دماء اليمنيين ويقول هذا هو من قتل، هو يقتلنا أصلا، هو نزل اقتحام عدن وقتل الناس ونزل تعز وقتل الناس وحاصر تعز لمدة عام كامل منع عنها الغذاء والدواء، ويعني ما يصلحش أن احنا نفصل شيء عن شيء. لو لم يكن هذا الانقلاب، لو لم يكن هذا العدوان الداخلي إنه فئة معينة تريد أن تستقوي على الناس وأن تقتلهم وأن تركعهم بالغصب، لو لم يكن هذا لما جاءت أي دولة تقول لك أنا بحاربك لأنه أنت تمثل خطر علي، ولو لم يكن هناك عنطزة وذهاب إلى الحدود وتحرير مش عارف أي الكلام العبيط هذا والاستخفاف واسترخاص دماء اليمنيين لما حصل هذا كله. معي حمود، السلام عليكم. وعليكم السلام أسامة، كيف حالك؟ حياك الله أخي. والله أخي إحنا صراحة نبينا الضربة على المدنيين، نعم، ولكن بالتالي يعني من المسبب بعده نشوف كل شيء له سبب، من الذي يسبب لضرب المدنيين في اليمن وضرب البنية التحتية، نعم، وضرب الدولة بالكامل، من الذي يسبب؟ إحنا كنا ماشيين صح، وحتى إحنا اللي في الخارج مرتاحين ومستانسين بنروح على دولة مدنية وعلى دولة يعني دولة ممتازة وكل إنسان، لكن مجلس الأمن أو الدول أو المواطنين سواء في الداخل أو في الخارج يسألوا من المسبب، من اللي بيجاب الكارثة هذه؟ صحيح، هذه الأولى. الثاني أنا أعتقد أنه يا عبد الملك الحوثي استفاد من الحرب في اليمن، لأنه أنا شاهدت أنه قبل فترة كان مش قوي بالقوة هذه، نعم، لأنه استفاد من الحرب، هو هذه الحرب الذي استفاد منها من الحوثي، نعم، فتعاطفوا بعض الناس معه ولا الأحزاب وأحزاب المؤتمرين، ولكن آخر شيء خيب ظنهم. هذا الخصلة الثانية. الثانية أنا شفت خطبها الذي يقوله الزعيم، خطبها هذلي، يعني الناس جمعت والذي تسلف له كذا والذي يجا والذي جعل والذي رابط على بطنه حضروا للعاصمة صنعاء، نعم، يستنوا ما هو بيقول. كنا نريد مع الأسف يقول يوقف الحرب إلى السلام إلى الدولة المدنية الحديثة، إذا كنا نبغى هذا خطابه. هو لم يقدر يطلع المنصة إلا بواسطة نصر الله اللي توسطه، ولا كان لم يطلع، لأنه أنا قلت لك الحوثي تقوى عسكريا بعد الحرب، كان لم يمتلك 400 طاق بدخل بهم صنعاء، يقول عندي 100,000 مقاتل في صنعاء. لا، شوف هو علي عبد الله صالح الحين لا سر لا مع شرعية
ولا مع تحالف ولا مع الحوثي. ضيع نفسه وضيع الشعب الذي مساعد له جنبه. هذا ما عندي لك وشكرا عليك. شكرا لك حمود. هذا التأكيد على ما هو أكيد. فكرة أنه لو لم يكن هناك هذا العبث وهذا القتل وهذا الكذا لما ما فيش بيجيش مجلس الأمن يعمل لك يدخلك تحت الفصل السابع وبعدين يحصل تحالف ويجي يعني يتدخل. أنا خلينا نكون واضحين وتكلمنا في هذا الموضوع أكثر من مرة أن هذه الدول عندما تدخلت لأجل مصلحتها. أين أن نكون واقعيين؟ ما حد بيجي يخسر مليارات الدولارات علشان يجي ينقذك. الموضوع هو أنه هذا الانقلاب كان تهديد على أمن المنطقة وتهديد على أمن الدول التي هي باليوار وتهديد أيضا على أمن الملاحة الدولية والتجارة العالمية. في أشياء كبيرة يعني. الموضوع أنه الحوثيين ما كانوا مستوعبين فكرة أنهم أن اليمن هذه جزء من العالم وبالتالي هي على ممر سفن، هي على ممر تجارة، هي على بجوار دول. ما فيش هذا الاختراع مهلوش. ما نبالي ما نبالي ما نبالي. وبالتالي لما جاء هذا التحالف من أجل إعادة الشرعية هنا بين قوسين، وهذا موضوع يعني بدأ الناس حتى يشكوا فيه، لكن عندما جاء هذا الموضوع هنا حصل الفكرة الأخرى وهي التمترس داخل المدن والمش عارف إيش. هذا أعطى أيضا مشكلة أخرى وهي ضرب الأهداف، وبدأنا ندخل في موضوع الأهداف الذي ما هيش منطقية، وبدأنا في موضوع الضربات الخاطئة، وبعدين حاجة ترقى إلى مستوى جرائم، وبعدين قد في ناس يموتوا بأبرياء راقد بالبيت يبكر قد في فوق رأس صاروخ، وبعدين يقول لك أصلا هذا خطأ. كيف خطأ؟ يعني في أمس يعني يوم الخميس عملوا الحوثيين مسيرة بالطقومات لفوا صنعاء كله بسلاحهم بكل شيء، ما حد قال لهم سلام عليكم، وهذوم الناس راقدين. تجيت في أشياء ما يمكنش أن تبرر ولا يمكن أن تقبل. ما اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخي ماجد. بالنسبة لمن هو السبب ومن هو اللي سببهم لما هم ما دخلوا لا صنعاء في يوم ولا دخلوا في ساعة سنة وهم بيدخلوا بدأوا منطقة منطقة. الناس القبائل واجهتهم في المناطق وفي القرى ولم يتلقوا حتى مؤازرة بجندي واحد من الحكومة، وعاد الحكومة في سنة. أنا واجهناهم وضحينا ولم نتلقى أي مؤازرة. يعني هم الحكومة اللي سببوا في دخولهم. طيب أخ ماجد، هل أنت تقول أن الحكومة هي اللي تسببت في دخولهم؟ هل هو تسبب مباشر يعني أنهم ساعدوهم ولا بتقصير ولا كيف؟ ما ساعدوهم بس تقصير فلتوهم. قبل ما يدخلوا لا صنعاء بسنة قتلوا الناس في دماج وضردوا طلاب العلم من دماج، ولم الطلاب لم يتلقوا أي مؤازرة من الحكومة ولا أي كلام، حتى كلام من الرئيس، كلام من زالة التفاع، من أي شيء لم يتلقى ولا أي مؤازرة. يعني هذا هو سبب الحكومة الذي دخلتهم. يعني كثرت لما دخلوا بقوتهم يعملوا لهم. نعم. طيب موضوع الضربات هذه الذي يعني استهداف المدنيين كيف ترى أنت؟ استهداف يعني هذا قال لك لهدم الكعبة حاجة خير من إراقة دم مسلم. يعني بس كده احنا نتحمل يعني ما يجري من الطرفين. الحوثي يستهدف وحالف يستهدف كل واحد يستهدف ما عاد نحمل. نعم. إذا ماجد أنت لخصت الموضوع إنه إحنا يعني قد بختنا بال هذا يستهدف وهذا يستهدف يعني، وفي النهاية يعني المواطن هو المتضرر يعني الناس العاديين الآن. يعني فكرة إنه الجبهات متأخرة وفي شيء مش مفهوم في موضوع حسم الأشياء وحسم الموضوع عسكريا في أماكن كثيرة، وأيضا موضوع معاناة الناس إنسانيا، معاناة الناس في موضوع الرواتب، معاناة الكذا، وبعدين يجي لك ضربة في موضوع في منطقة اللي هي مثلا تكون مأهولة بالسكان أو استهداف مدنيين. يعني حاجة ما تبتلعش، ما تمشيش، في شيء غلط في الموضوع. يعني الآن خلاص أيش طيب الحرب هذه من أجل إعادة الشرعية، احنا كذا فهمنا وإحنا كذا كلنا فرحنا وعملنا حلقات وطلعنا في التلفزيون وقلنا شكرا مش عارف مين وعملنا كل شيء.
طيب الآن إيش في؟ إيش؟ ما في شيء مش مفهوم. يعني أطقم الحوثي تمشي على طول صنعاء، مصورة مرصودة واضحة كل شيء كذا برحة. خلوهم مشيوا ولا شيء، تمام خلاص. ناس نايمين في بيوتهم يبكروا الصبح ما عاد أهلهمش مناظر. لو يعني والله لا، ما فيش صورة واحدة استطعت إن أنا أطلعها على 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 الشاشة. مناظر مؤلمة للغاية، يعني ما يقدرش واحد يتحمل. أوكي أنت جيت تساعدني على عيني ورأسي، بس مش كذا يا أخي. ما يعطيكش المبرر إنك تساعد، إنك خلاص تقتل الناس كلهم. في شيء مش منطقي في الموضوع. عمو ياسين السلام عليكم. حياك الله يا أسامة يا ابني، كيفك يا أخي؟ حياك يا حبيب، حياك، كيفك؟ والله تمام. يعني أنا طبعا متشائم يا أخي، متشائم كثير إنه أوضاع البلد لا تخاطر في الأسبوعين، وعساها أن تتعقد الأمور أكثر في المستقبل. يعني ما فيش ممثل، لأنه ما فيش مصدر للتفاؤل عشان يقول واحد والله إنه خلال هذه الشهرين الستة للسنة بيكون هناك يعني وقت للحرب، وبالتالي تطبيق قرارات مجلس الأمن والرجوع للدولة المدنية اللي دشنتها ثورة شباب التنمية. بدأت شام أكثر، يعني أنا مقدم بالسين، كنت أشتي أرى وأنا عايش إنه وطني مازال موحد، دولة مدنية من أقاليم، احترام حقوق الإنسان، احترام الناس اللي يقدموا تضحيات لأوطانهم خاصة عندنا في اليمن. لكن متشائم، أنت كمان واضح من حديثك إنك متشائم بي. أنا مش متشائم أبو ياسين. أبو ياسين أنا مش متشائم، أنا متألم حقيقة. يعني أنا في هناك فرق بين الألم والتشاؤم. ما حصل هو بشيء مؤلم حقيقة، لكن التفاؤل موجود يبقى. هو لو ما هلوش التفاؤل خلاص نموت مع باقيش. على كل حال أنا السنتين عاني من هنا، التشاؤم وأيضا الألم والتألم. على كل حال نعم، الحرب ظروف، نعم، والحرب بتحصل أخطاء. على كل حال دحين وزير الخارجية المخلافي أدان مسألة سقوط الضحايا بضربة من طائرة التحالف، وأيضا الحكومة باسم الناطق باسمها قالت لابد من تحقيق. يعني في الحرب أصلا ما يقدرش واحد يعمل كنترول سيطرة على الأمور كلها من الألف للياء. لابد ما تحصل أخطاء ونحن نأسف عليها. إنما الوضع الآن لا حرب، لا سلم، لا حكم عسكري، لا مخرج سياسي. أرى إنه لابد من الطرفين تقديم بعض التنازلات من أجل وقف الحرب أولاً، ومن ثم الدخول في حوار، نعم، حوار وطني شامل يوازي الحوار اللي جرى في عهد عبد الرب ومنصور هادي، وبالتالي الخروج إلى حل يرضي الشعب اليمني بإيقاف استهداف دمه وماله وعضوه ابنه. نعم، شكرا لك عمو ياسين. اذا انت ترى انه يعني الاخطاء وارده في الموضوع الحرب، هذا صحيح، لكن عندما تكون الاهداف قريبه مثلا من اهداف عسكريه، لكن ان تكون في اماكن ما لمش دخل بالموضوع العسكري ما كان، يعني هذا موضوع مؤلم الحقيقه. عمر السلام عليكم. طيب عمر قد انتظر كثير لما زلق على الرصيد. طيب في طبعا رسائل كثير وصلتنا على الواتساب في هذا الموضوع. هنا مثلا أمجد قحيش يرى أنه التحالف لا يريد إخماد الحرب، وإنما كل ما يسعى له التحالف هو إشعال الحرب وقتل الأبرياء. إذا كانوا يريدون إخماد الحرب الطاحنة في البلاد، لماذا لم يضربوا المخلوع عفاشوا في ميدان السبعين؟ ولماذا لم يضربوا منازل ولماذا يضربوا منازل الأبرياء المساكين؟ يقتلون الأبرياء، قتلوا العديد والكثير من الأبرياء. الحرب في بلادنا سياسة متفقين عليها كل الدول المشاركة في الحرب، وكل قائد يسعى لأجل مصالحه الشخصية. لا عليكم يا قادتنا، كفانا حرب، كفانا حصار، كفانا تهديد وتخويف، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هذا بغض النظر هل فعلا التحالف يريد إشعال الحرب أو يريد قتل الأبرياء، ما هذه يريد ما تدريش أنت. لكن حقيقة ما يحصل شيء مزعج وغير مقبول، وفكرة إطالة أمد الحرب إلى هذا الحد أيضا شيء غير منطقي، ومعاناة الناس إلى هذا الحد أيضا أمر غير منطقي. 12 دولة ما تقدرش تعمل هذا الحل، ونتكلم عن أغنى الدول اللي هي مشاركة في التحالف. إذا في إشكالية، في حاجة مش مفهومة في الموضوع. عم حمود رجع مرة ثانية، السلام عليكم. السلام أخو سامة. طيب أنتم انظروا
نعم. من الذي يصلح لنا الشيء هذا؟ من الذي يصلح لنا الشيء هذا؟ أنا قد قلت قبل هؤلاء مش راضين لا حوار وطني صحيح. ولا دولة مدنية ولا هم راضين أي شيء صحيح. راضين يحكمك بالقوة بالرشاش بس لا هذا الذي منهضمهم صحيح. مش راضين يعني أنت تعرف إنه لو إنه عم ولا مش في صنعاء حصلت مشكلة بينهم بين المؤتمر كان ولا خرج واحد من الذي بالساحة كلهم طلعوا العماير والأسواق وتمركزوا مش كله ومداخل والله كان ما يطلع ولا مواطن من صنعاء صحيح. من الذي لاحظ المؤتمر أنا أقول لك الكلام هذا صحيح. هذا ولا ما يشتوا إلا حكمه بالصميم صحيح. وهذا قلنا إحنا هذا هو طيب هم ارتكبوا جرائم ليش ما تقول قصة علي الأغبري الذي بالوادي عمره 65 سنة نعم. الذي شرقوه ألقوه بالجو والذي ارتكبوها في تعب هذا شوف الهدف أحيانا في الطيران أحيانا يصير الهدف أحيانا يخطي نعم. أنت لهم الذي بالأغلاس مش الذي بالجو صحيح. أو يمكن أعطوه معلومات خطأ زي هذا هو له. شكرا لي. شكرا لك كلامك مهم عم محمود لكن الأخطاء سنتين لا يعني فتتكلم عن سنتين إذا معك في كل شهر خطأ خطأين معناته في كارثة بتحصل. من معي عمر. عمر السلام عليكم. عمر الحبابي مرحبا أخي تفضل. نعم أخي تفضل. اليوم يعني صفات العدوان ما اسمعكش هذا يتصل ايمو ولا ايش؟ مش الصوت مش واضح اخ عمر. عمر طيب فصل الاتصال مع الاخ عمر. اذا وصلتنا ايضا نستكمل موضوع الرسائل في هذا الموضوع. امجد قحيش راى انه التحالف لا يريد انهاء الحرب وهو يريد قتل الابرياء و في اتصال. طيب يرى انه التحالف لا يريد انهاء الحرب ويريد قتل الابرياء وهذا ما الذي يريد وما هي النوايا ما نعرف لكن في مشكله حقيقيه انه اللي حاصل سنتين و يعني اليوم 11 شهر ناس بلا مرتبات دخلنا في موضوع الكوارث الانسانيه الكوليرا وغيرها. طيب الحكومه الشرعيه مش قادره تستكمل في شغلها الجبهات مش قادرة تتحرر ايش في؟ في حاجة غلط. هنا عبد الفتاح الهجومي يقول نشر مؤخرا فيديو لطيار الاماراتي يقول انه يقول سوف احرق صنعاء دليل ان التحالف بدات الامور تخرج عن سيطره السعوديه التي تعتبر نفسها التحالف وبدا العبث بالمواطن اليمني من قبل طيارين التحالف. هذا طبعا ما مش متاكدين من موضوع الفيديو هذا لكن ايضا ما إلى أن يتم التأكد ما مش عارف يعني. هنا يقول ما في معهم رغبة يستهدفوا الإنقلابيين كان الأطقم تستعرض أمس بطول شوارع صنعاء ليش ما يدقوا يقول ليش ما يدقوا أبتهم كثرة الأخطاء على المدنيين. هذا أيضا تساؤل هو تساؤلنا إنه إيش في أهداف عسكرية واضحة زي عين الشمس ما حد يجيها ومدنيين راقدين يجي خلاص يعني مش فكرة انه احنا نؤيد الشرعية واحنا فرح بقول ايوه اوكي التحالف هذا حلو ما فيش حاجة اسمه ما احنا ما قلناش اوكي للشرعية وما قلناش اوكي للتحالف الا عشان يوقفوا القتل بيجي يقتل خلاص ما عش زي الاول الذي ما كان مشكلة. معي اتصال شهاب السلام عليكم. يا شهاب شهاب ايوه اكتم صوت التلفزيون واسمعني من التلفون. عليكم السلام ورحمه الله. اكتم صوت التلفزيون يا شهاب. سكت صوت التلفزيون. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ حياك سلم حالك كيف امورك؟ تمام الحمد لله كيف حالك؟ طيب مشاركتك على الموضوع. هذا الحرب يمكن له ما مقارب حول سنتين ما في للقتل الابرياء بس وال ما هو انت لو كتبت صوت التلفزيون ها نقدر نتكلم. انا ساكن ايوه هذه صوت التلفزيون ها ساكن اقول لك القتل الابرياء بس وقتل الاطفال الو نعم نعم اسمعك كمل. اقول لك القتل الابرياء والاطفال ما في حرب
هذا اليهود كلهم. من هم؟ أقول لك ما في حرب الكويت ليش؟ نعم أيوة. طيب هذه قتل الأبرياء وهذه يعني ما ما من هو من هو من هو المتسبب فيها؟ من الذي عملها أصلا؟ هذا الحوثيين يعملونها قتل الأبرياء والمساكين وال نعم والله الحرب قدنا اليمن قدناها كلها مشتت. نعم طيب إذا طيب موضوع الطيران لما يضرب مدنيين هذا كيف تشوفه أنت؟ آه الطيران التحالف عندما يضرب مدنيين لما يضرب مدنيين كيف تشوف؟ يضرب المواقع. طيب هو المفروض انه يستهدف المواقع العسكرية صح؟ اي المفروض يضرب المواقع العسكرية ما يضرب الابرياء. طيب لما يضرب الابرياء من اللي يستفيد من ذا الموضوع؟ ما يستفيد احد من هذا يستفيد الابرياء الكتلون. نعم إذا يتضرر الأبرياء. شهاب أشكرك. تكلم شهاب عن موضوع أنه الحرب هذه يعني تسببت بالدمار وبقتل الأبرياء وبالدمار الكامل. موضوع مهم. من الذي أوصلنا إلى هذه الحرب؟ من الذي انقلب على الدولة وانقلب على الناس كلهم؟ ومن الذي نزل يقتل الناس إلى عدن؟ ومن الذي نزل يحاصر الناس في تعز؟ ومن الذي فجر بيوت الناس؟ هذا علينا أن يعني هذا هذه المشكلة. إذا لم نقضي على هذه المشكلة سيستمر القتل موجود، سيقتلك العدو والصديق، ما فيش حرب. أبو الصديق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله ورضا الله. حياك يا حبيب، وينك مغيب علي؟ والله مشغولين هذه الأيام، معانا زوائق، معانا رفسات، معانا خلها. بس كيف أنت، كيف حالك أنت؟ الحمد لله في أحسن حال. كيف أمورك؟ وهكذا الدنيا، اخباركم واعلامكم واخبار الدنيا اعلامها. وش الموضوع اليوم؟ موضوعنا اليوم وش هو؟ والله يا اخي هو حصل ضربه في فجع الطاني يوم الخميس، يوم الامس، يوم الجمعه الفجر، وفي تقريبا اكثر من 15 مدني راحوا. هذا موضوع مؤلم حقيقه، خلانا نعمل تساؤل من الذي يستفيد من هذه الضربات. ما نسميها خاطئه، نسميها استهداف للمدنيين، ما عدريناش حقيقه يعني. طبعا الموضوع هذا يعني من المسؤول ولا من السبب؟ يعني السبب قد احنا نقول يعني قد من بدايه الحلقه وانا اكررتها 10 مرات انه لو لم يكن هناك من السبب يعني ما اعرف. يعني بالطبع يعني مهما كان الامر، التحالف وغيرها وغير والناس اللي عندهم قلوب طيبه لا يمكن يضرب يعني موقع الا مبلغ فيه او يعني مغرر عليهم فيه ذلك. هذه وجهه نظري انا. اما انا اجي اشتي انقذ شعب واقتلهم، لا يمكن. يعني هذا زي ما التحالف هو اراد ان ينقذ شعب، ما اراد ان يقتل شعب، زي ما قال العسيري سابقا. نعم. او نشيد من قدم انه قدم الصحفي قال له يا اخي انتم تدوه اول مره انذار للناس عشان يهربوا، قال له نعم احنا ما نزلناش نقتل الشعب اليمني، احنا نزلنا ندمر السلاح الذي يدمر الشعب اليمني. صحيح. طبعا هذا كان يعني هذا كان المنتظر. لكن لما يعني انا فاهم انه هذه الدول والدول المفروض انها ما يعني اذا لم يكن علشان الجانب الاخلاقي فهو خوفا من المساءله مستقبلا. يعني هذه الدول هي كيان. ايوه يعني نعم. يعني في النهايه قد تتعرض للملاحقه، قد تتعرض للعقوبات بسبب هذا. اقصد ما هو اللي حاصل؟ يعني هل هناك مثلا معلومات خاطئه تصلهم، او انه يعني خاصه لما يكون المكان بعيد عن موقع عسكري؟ والله هذا السؤال يا أخي سامان ما أقدر أجاوب عليه، لأن هذه شهادة والناس يتكلموا على الطائع، يتكلموا على الشهادة. يا أما نتكلم لك على حاجة ما أقدر أقولها فيها صدق الصدق يعني. يعني هذا أسباب يعني أخطاء ما أعرف عن هذه الصدق. نعم. طيب أبو الصديق أشكرك، بنتظرك في حلقة ثانية أكيد، لا تغيبش لأنه برجع أسجلك غياب بعدين. طيب إذا الفكرة اللي ذكرها الأخ أبو الصديق في فكرة إنه الدول هذه ما يعني مش معقول إنه يكون مقصود هذا الاستهداف. معي اتصال آخر. السلام عليكم. ألو مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفكم يا أخي؟ حياك الله. من معي؟ الله يحفظك. أكلمك من السعودية. أولا نحن شعب واحد، اليمني والسعودي. نعم. احنا الان نرى بانه هذه البرامج اخذت منحى اخر. نعم. والمنحى الاخر هذا هو يوحي بان
هناك من يقصد هذا الشيء. نعم. يريد أن نتساءل فقط لماذا لا نبحث عن الحوثيين وعفاش ماذا يعملون في البلاد. نعم. ثم نتخذ إجراءاتنا ونتكلم. دعني أقول لك شيء واحد. أفرض أنه هذا الإنسان عمل هذه اللوحة الموت لإسرائيل أم موت لأمريكا ثم وضعها على منزل من المنازل، وجاءت الأخبارية من الجهات المعنية باليمن بأنه هذا البيت فيه حوثيين. إذن ما هو الحل من وجهة نظرك؟ تضرب هذه القوات هذا البيت الذي بلغ بأنه يوجد فيه فئة من عناصر الحوثي وعطش. إذا لماذا هذا الشوشرة؟ طيب أخي هنا 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 لازم بس من توضيح بسيط علشان نكون واضحين. أولا موضوع الحوثي والمخلوع احنا يعني تقريبا شغالين كل يوم جالسين فيهم سلخ، هذا اولا. ثانيا موضوع انني انتقد التحالف، اولا انا ما انا شغال مع التحالف ولا امثل التحالف، انا هنا اعلام. اذا غلط التحالف هذا ليس ما هوش نازل بزنبيل. احنا ذكرنا انه هذا التحالف وهذه الشرعيه وهذا وكل من يقف معها هم بشر، وبالتالي البشر هذا قد يخطئ وقد يصيب. انا هنا مهمتي كاعلامي ان اقول هنا اخطا الناس وهنا اصابوا، واترك المجال لك ولغيرك من الناس ان تقولوا رايكم. اما تجي تقول لي انه انا بدات انحي منحنى، انا اتكلم عن سنتين ونص من الحرب، والسعوديه ما قلناش حاجه على عيني وراسي، بس في مشكله. من المتسبب؟ ما قلناش حاجة، قلنا أن الحوثي هذا ابن معدنش مخرج، وأن المخلوع هذا مجرم، وقلنا هذا الكلام لي سنة، أنا أتكلم لي سنتين، أنا شخصيا لي سنتين وأنا أطلع بالتلفزيون وأتكلم بهذا الكلام. هشام. نعم هشام أسامة. ليس لدي شك في وطنيتك، وليس لدي شك في وطنية أي إنسان يسير على هذه الأرض الطيبة. نعم. لكني أنا أتحدث من واقع. نعم. ملموس. يعني لنفرض أن هذا التحالف توقف الآن، ما هو دوركم؟ ما هو دوركم؟ وما هو دور الشارع اليمني؟ شو رأيك في كلامي أنا؟ لنفرض، هل معقول أن في بعدين على فكرة ترى الحرب لا يبقي، أنت عندك جارك عندما تكون بينك أنت وهو مشكلة معينة، ثم يجيك واحد من الجيران ويقول شوف فلان الذي أنت تبحث عنه ولك عليه مقصد معين أو ثأر أو شيء، شوفوا في هذا الطاقة. ثم تروح أنت وتطلق النار على هذه الطاقة تصيب إنسان آخر ليس له علاقة. إذا من هو المتسبب؟ هو الذي ينقل هذا الخبر. نعم أخي، هنا 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 هذا 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 كلام طبعا بيني وبينك أنا وفي الحارة يمكن نعمله لنا نروح أقتل واحد. نتكلم عن دول، ركز معي أخي، نتكلم عن دول كبيرة تمتلك إمكانيات عسكرية ضخمة، تمتلك أجهزة اتصالات وأقمار صناعية ترصد الأشياء هذه في أشياء منطقية. أنا أتكلم عن جبهات متأخرة لها سنتين إلى اليوم. أتكلم عن 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 وضع اقتصادي سيء 11 شهر اليوم، إحنا الناس بدون مرتبات. أتكلم عن وضع يعني خدماتي في مناطق محررة زي الزفت. كلامك صح. يعني هذا موجه لمن؟ موجه للشرعية. تمام، الشرعية هذه وراءها في تحالف ولا ما فيش تحالف؟ لا، وراءها. يعني أنا شوف أنا 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 أنتقد، أنا أنتقد الشرعية هنا. أنا أنتقد الشرعية هنا. إحنا الآن أنا وأنت كشعب. نعم نعم. هؤلاء الناس اللي جاءوا لحمايتنا. نعم. من المد الإيراني والفارسي. هؤلاء الناس قبلها كم سنة، كم مية سنة، يمكن أنت عمرك الآن ما شاء الله تبارك الله فوق 30 سنة. نعم. تقريبا. هل عمر السعودية أطلقت طلقة رصاص أو أي تحالف من أي مكان أطلق طلقة رصاص على هذا البلاد الطيبة؟ لم يفعلوا، ولكن هذه الأمور كلها أخذت منحنى آخر فيما يتعلق بالحوثي وعباش. عندما أبلغ أنا قلت لك أنا هذه تأتي، تذكر أيام العزاء؟ نعم. اللي كان في صنعاء. نعم. قالوا لهم بأن هذا العزاء عزاء حوثي والحوثيين متواجدين وحصل الخطأ. نعم. ما أقول لك إذا ما في خطأ. نعم. الخطأ وارد في كل مكان، حتى وأنا ماشي بالشارع في خطأ. طيب لما يحصل الخطأ. ممتاز، كلامك الآن مهم. عندما يحصل الخطأ. الخطأ من فين؟ لحظة. من المبلغ. لحظة. من المبلغ. طيب. الذي يأتينا من هذه البلاد. طيب كلامك مهم. عندما يحصل الخطأ. من بلادنا هو المبلغ الذي يقول هذه. طيب لحظة. كده. طيب كلامك مهم حقيقة، لكن عندما يحصل الخطأ. ايش مطلوب مني نعمل الان؟ حصل خطا، انا مش داري. توقف عن الخطا. انا 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 كاعلامي هنا، وانت كشخص مواطن تراقب المشهد، انه نصيح ونقول هنا خطا وهذه جريمه، وهم مهمتهم يعملوا تحقيق ويقولوا المتسبب فلان، واحنا ذحنا بنحاكمه وبنعاقبه، صح ولا لا؟
هشام انت على العين والراس، انت شاب واعي. انا اكلمك كدورنا الكل، مش اتكلمش انا كشخص، مش انا اتكلم عنك لانه هذا هو البرنامج اللي انا اتحدث فيه. لا لكني انا اقول لك انا هذه الاشياء كلها لا نريد، لانه في غيرنا يقرا الان ويسمع. في ايضا قنوات اخرى معاديه لكم ولنا ولنا وللاخرين. كلام صح ولا لا؟ نعم صحيح. وهذا هذا هذا ما نقوم به، تنتظر مثل هذه الاشياء. ما نقوم به هو الوضع الصحي، انه لما يكون في خطا نقول هذا خطا. والله خطا، والله لا يرضاها اي مسلم. خلاص احنا الان نقول هذا خطا ونقول ونقول ان ويسمع صوت التحالف والشرعيه، يسمعوا صوت الناس انه والله هذا خطا وهذا لا يخدم التحالف ولا يخدم الشرعيه وانما يخدم الانقلابيين. عفوا. نعم عفوا ابن هشام. إذا احنا الآن نتحدث لك يا شرعية، أين أنت؟ نتحدث عن الشرعية، نتحدث عن الشرعية ونتحدث عن التحالف، نقول لهم ما يحصل هو خطأ. وأين رجالاتك؟ انشري رجالاتك اللي هي قيادات، وما قيادات انشريها في كل أحياء البلاد لكي تعرفي ماذا يحصل في هذه البلاد. نعم طيب أنا أشكرك لأنه معي اتصال آخر وقد شكرا لك يا حبيب. ابن المقداد عاد موجود ولا قد؟ ابن المقداد ألو. طيب في توضيح هنا مهم لما ذكره الأخ، فكرة أنه البعض يرى الآن أن إحنا مثلا هو انتقاد التحالف أو انتقاد الشرعية وكأنه إحنا ذهبنا إلى منحى آخر وأن إحنا قد إحنا ضد التحالف. الكلام واضح، إحنا مع الشرعية لأجل استعادة الدولة وتحرير البلد، لأجل هذا الشيء إحنا وقفنا مع التحالف لأجل استعادة الدولة. إذا أنا كذا واقف من البداية، إذا حصل انحراف او تاخر او كذا انا ايش اتكلم؟ ما انا الشاقي معاهم ولا استلم بيس منهم ولا انا ما فيش. انا هنا اقول انه انا اريد جيز الناس هذم كلهم، اريد دوله تعاد من هؤلاء الذي دمروها واحتلوها. اللي هيوقف معي اهلا وسهلا، اللي يجي يوقف معي وبعدين يرجع يحل بطني ولا ياخرني لا والله بيرجع، يعني ما فيش. ما ليش بوقف انا مع الشرعيه ولا مع التحالف ولا كذا اذا كان ما بيعملوش حل؟ ما وش الفكره يعني؟ مش الفكره هكذا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ابو فهد مرحبا. الله يعافيك. تفضل اخي. معك فهد الحميري اعلامي. حياك الله اخي. الله يسعد ايامك. يعني نبغى نتكلم على الموضوع هذا اللي الان نتكلموا فيه. تفضل. بخصوص الضربات الجويه الخاطئه. نعم. نعم تفضل. طبعا الضربات الجوية الخاطئة هذه هي تعطي الآن مجال وتعطي شرعية لتوغل الإنقلابيين داخل اليمن، أو تعطيهم شرعية لمواصلة قتلهم لليمنيين. طبعا في 24/8 رجع المحتشدين من ساحة 70 يعني غاضبين، لأنهم طلعوا كلهم على أمل أن يخرجوهم من هذا المأزق، أو على أمل أن يعمل لهم المخلوع شيء. نعم. لكن للأسف زاد أعطاهم، يعني بدل أن يعطيهم طلب منهم أن يرفضوا الجبهات، فنزلوا غاضبين. طبعا غاضبين من الوضع هذا الحالي، ولسان حالهم يقول متى تعود الشرعية إلى صنعاء. نعم. متى ترجع الشرعية إلى صنعاء؟ أتى الطيران بعدها بساعات فترك الاستعراض بالطقوم والاستعراض بالمدرعات والاستعراض عيني عانك، وراح يقصف بيوت المدنيين. استفز الناس استفز الناس، والناس بعدين خلاص طبيعي، لانه شاف ان الشارع اليمني كله الان بيتكلم على الشرعيه، متى تعود الشرعيه، ووقف كله مع الشرعيه. فجاء الطيران لاهداف اخرى، وهذه الاهداف تفضل. نعم 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 اسمع، اقصد يعني جاء طيران واستفز الشارع اليمني، ورجع الشارع اليمني مره ثانيه ضد التحالف وضد الشرعيه. في هناك طرف في التحالف لا نعلم ما هو، على المملكة العربية السعودية أن توضح لنا من الطرف في التحالف الذي يستهدف المدنيين، سواء في صعدة، سواء في تعز، سواء في صنعاء. على الجميع يعني على التحالف أن يكون لديه رؤية، لأن أنا أعتقد الآن التحالف خرج عن الرؤية في اليمن. صارت هناك يعني تدخلت أطراف أخرى وخرجوا تماما عن الرؤية المحددة. فعلى الأولا على الشرعية نطالبها أنها تكون لديها موقف واضح وثابت مما يحصل الآن في اليمن، سواء في عدن أو في تعز أو في صنعاء. ثاني حاجة الآن هناك يعني أخبار اللي تتداول أن هذه الضربات الخاطئة هي ضربات مدروسة،
حتى أخذوها بمنحة إنساني فيعمل الانقلابيين على استغلالها وتوظيفها لصالحهم، ثم يطالبوا بإيقاف طيران التحالف أو بإيقاف براءة الطلعات الجوية ليخلو لهم الساحة اليمنية أو ليكون هناك ما اتفق عليه من خلف الستار. نعم، فهد الحميري أشكرك. إذا أنت تكلمت في الموضوع أكثر من سيناريو، وهذا كلام مهم حقيقة ومشاركة مهمة جدا، سأعود إلى يعني تفصيل بعد ما ذكرت فيها. معي يحيى، السلام عليكم. الله يسلمك. عليكم السلام. حياك الله أخي يحيى، تفضل. كيف الحال يا أسامة؟ سلم الله حالك أخي حبيبي. بالنسبة للأخطاء، نعم، الأخطاء اللي في الطيران هذا شيء يعني جائز في جميع الحروب. نعم. تمام؟ نعم. فإحنا ما نجي نضخم الحدث، هو في خطأ. نعم. والخطأ هذا غير مقبول من أي شخص أو أي إنسان. وأبو خالد الراجحي كثير وأم هديل كثير شاركوا، كنت أود أن أنا أذكر مشاركاتكم لكن للأسف وقت البرنامج فعلا خلاص. اليوم كان معنا متصلين جدليين كثير، وبالتالي يعني ما قدرناش نأخذ رسائل كثيرة. في ختام هذه الحلقة يجب أن ننوه إلى التالي، أنه وقوفنا مع الشريعة وقوفنا مع التحالف هو لسبب، كما ما احناش ما بوش بيننا أرض مشتركة علشان، ولا بيننا قسمة علشان أجلس معاهم. أنا أقف مع التحالف وأقف مع الشرعية لأجل استعادة الدولة والقضاء على الإقلابيين الذي يقتل الناس. غير كذا أي شيء يحصل خلاف هذا الشيء ما نش ملزم بشيء، وعندما يحصل خطأ من التحالف من الشرعية سنقول. أما جرائم الحوثي والمخلوع قد إحنا طول اليوم إحنا نشقي ونوضح هذه الجرائم وندينها وقد شمتنا بهم مع بقينا بهم، أما الأخطاء لا يمكن أن نتحمل أن نسكت عنها، سنظل نقول هذا خطأ إلى أن يتم تصويبه. في ختام هذه الحلقة أشكركم مشاهدينا ومشتركينا، كما أشكر من الإعداد حمزة أحمد عبد الرحيم الصالحي سليم السعداني، من التنفيذ على الفردي من الإخراج نبيل الخطيب. هذا أسامة الصالحي يحييكم في أمان الله. وبصمتك دين البشر واترك بعالمنا أثر، إن كنت من أهل الهمم تهوى معانقة القمم، شارك وغير، شارك وغير، ها هنا يا صاحبي رأيك مهم، يا صاحبي رأيك مهم، يا صاحبي. ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب، واضغط الجرس ليصلك الإشعار.